مساكم الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير جاي. مساك الله بالخير بسام، وأكيد نمسي بالخير على مشاهدينا. كل يوم نتأكد أكثر ونزداد ثقة بقدرتنا على تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية اللي نعيشها ونحد من انتشار فيروس كورونا بإذن الله. وهذا الشعور ترى ما يانا من فراغ، يانا بسبب الجهود الكبيرة اللي نلمسها ونشوفها في حياتنا اليومية من أعضاء فريق البحرين. بالفعل رقية، جهود كبيرة يبذلونها المتواجدين في الصفوف الأمامية للحد من انتشار الفيروس ويعرضون نفسهم للخطر من أجل سلامة الوطن وسلامة كل شخص موجود على هالأرض الطيبة. اليوم البحرين في تعاملها مع هالجائحة أصبحت محط إشادة دولية بسبب الإجراءات المميزة والاستباقية اللي تم اتخاذها في فترة وجيزة. صحيح، يعني البحرين احتضنت الجميع وما نست المواطنين اللي في الخارج وما نست المقيمين بعد الموجودين في الديرة، وفرت لهم الفحص المجاني والعلاج المجاني لكل شخص مصاب أو يصاب بالفيروس من دون أي تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. هذه هي البحرين، أرض التسامح والإنسانية دائما. بالتأكيد، وقبل فترة بسيطة أشاد المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية بالإجراءات اللي اتخذتها البحرين تجاه تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة كأحد أفضل الممارسات الدولية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا. دائما ما يتميز المجتمع البحريني باحترام التنوع وصون الحقوق والكرامة الإنسانية للجميع دون أي تمييز لأي سبب كان، وهالشيء خلى المجتمع البحريني نموذج التحضر. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث أعلن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن إقامة صلاة الجمعة فقط في هالمرحلة سيكون وفقا للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المقررة، وذلك استنادا إلى التوجيه الملكي السامي الصادر عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بعودة إقامة صلاة الجمعة مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد معالي وزير العدل وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية اللي أقرها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة لإقامة صلاة الجمعة ابتداء من يوم الجمعة الموافق الخامس من يونيو. في خبر آخر، اجتمع معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة مع سعادة نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل إيفينز، وذلك عبر الاتصال المرئي. وتم خلال الاجتماع تناول العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين والممتدة لأكثر من قرنين من الزمن، وأهمية السعي نحو تعزيزها على كافة المجالات والأصعدة، وبخاصة مع قرب إتمام إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشاد نائب رئيس مجلس العموم البريطاني بجهود مملكة البحرين في مكافحة جائحة فيروس كورونا واللي اطلع عليها من خلال المحاضرات المرئية السابقة اللي أقامتها سفارة مملكة البحرين في لندن،
واللي أتاحت له ولعدد من النواب فرصة الاطلاع على التجارب الناجحة في مملكة البحرين والمساعي المبذولة لمساعدة المواطن والمقيم على حد سواء، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة الرائدة. وفي الخبر الأخير، جددت مملكة البحرين تأييدها للدعوة المخلصة التي أطلقها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لوقف عالمي فوري لإطلاق النار وتسخير الجهود الدولية لمواجهة القضاء على فيروس كورونا كوفيد-19. وخلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، قال سعادة السفير جمال فارس الرويع المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك مفدى أولت اهتمام بالغ لحماية المدنيين، فإلى جانب كونها طرف في اتفاقيات جنيف والبروتوكوليين الإضافيين لها واللي تعد حجر الزاوية للقانون الدولي الإنساني، انضمت مملكة البحرين إلى البروتوكوليين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع الأطفال واستغلالهم والمشاركة في النزاعات المسلحة في سنة 2004، كما قرت المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2018 بشأن الجرائم الدولية. عشان البحرين. البحرين أمانة. ترى الديرة تستاهل. ديرتنا أمانة. أمانة في أعناق الجميع. هذه مسؤولية تجاه وطنك. البحرين أمانة. البحرين تستاهل. عشان البحرين. عشان أمي. عشان أبوي. عشان كل واحد نحبه. إحنا هني. أتواجد في مقري في الدوام لأكثر من 12 ساعة في اليوم. نعمل ليل ونهار من أجل حمايتكم. نوفر لكم الراحة والعلاج. إحنا موجودين ونحارب هني. هدفنا سلامتكم وراحتكم. دورنا هو استمرارية الخدمات الصحية للجميع في مملكة البحرين. سهرانين من أجلكم. حطوا يدكم بيدنا، خلنا نحمي ديرتنا. أحبتي التزموا بتوجيهات المختصين. صار لي أكثر من شهر ما أقدر أحضن عيالي. وتواصل على مدى 24 ساعة مع فريق العامل في مراكز العزل. نسهر علشانكم ونتعب علشانكم، خلونا إيد واحدة. أثر الماسك هو تعب، بس تعب حلو، تعب بطعم الشجاعة، تعب من أجل البحرين. دورنا كأطباء مهم، لكن أرواحنا بين إيديكم. نحن نسهر علشانكم. ساعدونا نحمي البحرين. علشانكم إحنا متواجدين هني. نسهر عشانكم. نعمل من أجلكم لنصل بالوطن إلى بر الأمان. احمي نفسك واحمينا. صحتكم أمانة، البحرين بعد أمانة، عدكم وعدنا. ربي يحفظنا ويحفظ هذه الديرة. مشاهدينا، ننتقل معكم إلى بسام واللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا أرقية. نستعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الجمعة 29 مايو 2020. بلغت الحالات القائمة 4734 حالة، والحالات المستقرة منها بلغ 4723 حالة، فيما يبقى 11 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 31 حالة، أما المتعافين فيبلغون 5700 متعافي، وأما الوفيات حتى اليوم 15 حالة وفاة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. مملكة البحرين أجرت أكثر من 300,000 فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الجمعة في مملكة البحرين رصد 397 حالة جديدة فيروس كورونا، منها 233 حالة لعمالة وافدة و164 حالة لمخالطين، وتعافي 281 حالة. هذه كلها اللي عندي، وعودة لشرقية. شكرا لك بسام، يعطيك العافية. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى، أيده الله ورعاه. We'll be right back.
حياكم الله من جديد مشاهدينا. جهود مملكة البحرين في التصدي لفيروس كورونا قدمت نموذج في أهمية صحة وسلامة المجتمع من مواطنين ومقيمين، ونموذج للتعامل باحترافية مع أي تحدي تواجهه بكوادرها الوطنية. بالفعل، والدليل على تميز مملكة البحرين في مواجهة هذه التحدي هو الإشادات من المنظمات العالمية اللي أشادت بإجراءات البحرين، ومن بين هذه الإشادات كانت إشادة منظمة الهجرة الدولية بإجراءات البحرين تجاه تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة كأحد أفضل الممارسات الدولية للتعامل مع فيروس كورونا. شوفوا ياكم مشاهدينا هذه التقرير وراجعين نكمل معكم باقي فقراتنا. إشادات دولية بجهود مملكة البحرين في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، إحداها جاء على لسان منظمة الهجرة الدولية التي أشادت بالإجراءات التي اتخذتها البحرين تجاه تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة كأحد أفضل الممارسات الدولية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا. جاءت لتؤكد ما تتمتع به البحرين من رؤى واستراتيجيات تضرب بها أروع الأمثلة للتعامل مع مختلف المتغيرات لا سيما المتعلقة بالعمالة الوافدة. وفي مواجهة الجائحة اتبعت البحرين سياسة ورؤية واضحة ذات أبعاد مجتمعية وإنسانية من منطلق استراتيجيتها القائمة على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتجسيدها على أرض الواقع، منها معاملة المواطن والمقيم على حد سواء من حيث كفالة الضمان الصحي والرعاية الطبية المجانية الكاملة وتعليق رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الأجانب في المراكز الصحية الحكومية وإيقاف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة لغير البحرينيين وذلك لمدة 3 أشهر، بالإضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة وعقد لقاءات مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة وإبلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع وتخفيف الكثافة العددية في مناطق سكنهم المكتظة عبر توفير مساكن مؤقتة بديلة لهم ومزودة بالاحتياجات الضرورية والمعيشية وتتمتع بكافة اشتراطات السلامة. إن كل هذه الإجراءات تؤكد واقعاً وهو أن البحرين رائدة في مجال حفظ حقوق العمالة الوافدة والتي تساهم بقدر كبير في مسيرة التنمية والتقدم، وهو أمر واضح في مجالات عدة سواء فيما يتعلق بأعمال البناء أو الخدمات العامة على اتساعها. وبالتالي جاءت حكمة جلالة الملك المفدى في تأكيد المعاني الإنسانية الرفيعة في معالجة قضية العمالة الوافدة ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو نهج بحريني ثابت على مر التاريخ يعكس تحضر البحرين ورقي مجتمعها وحكمة قائدها. الحديث عن جهود مملكة البحرين وما قامت به تجاه العمالة الوافدة خلال هذه الظروف الاستثنائية، سرنا يكون معنا في الاستوديو السيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. مسي عليك بالخير استاذ أسامة. سعد الله مساك ومسا المشاهدين بكل خير، الله يسلمك. يعني جهود صراحة جبارة قمتوا فيها في الفترة ولا زلتوا طبعا مستمر فيها، وهي محل إشادة محلية وكذلك هي محل إشادة دولية، وكان آخرها طبعا إشادة المنظمة الدولية للهجرة من خلال طبعا رئيس هذه المنظمه. يعني خبرنا شلون ينعكس هذه او تنعكس هذه الاشاده بالجهود اللي قاعد تقوم بها مملكه البحرين. البحرين في البدايه مع بدايه الازمه، مع بدايه بوادرها، ابتدينا ننظر الى كيفيه التعاطي معها من مختلف الجوانب. فيما يتعلق بجانب العماله الوافده، العماله الوافده مع صعوبة التنقل، مع صعوبة السفر، وفي نفس الوقت مع الضغوط الاقتصادية اللي الفيروس سواها على السوق البحريني، توقعنا أن يكون هناك تأثر كبير على هذه الفئة. التخوف الأول دائما يكون عندك أن يكون عندك عامل وافد عليه أعراض
أو يشتبه في نفسه أنه هو مصاب وما يبلغ، خوفا من لأن وضع القانوني غير سليم، أو خوفا من أنه يفقد وظيفته، أو خوفا من أنه يفقد رزقه. الإشكالية الأساسية شلون توصل لهذا الشخص أن وضعك ما راح يتأثر، لأن إذا هو خاف وما بلغ، أو إذا هو خاف وما اتصل وما عرض نفسه للفحص، المتضرر الأول هو المجتمع البحريني ككل، سواء اللي يتعامل معهم، اللي ساكن معهم، أو المواطن اللي يشتري ويبيع منه وغيره. فالفكرة الأساسية إحنا توقعنا ما سيحدث، وبتوجيه من اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أصدرت عدة قرارات باشرنا في تنفيذها من البداية. الآن القرارات هذه صار لها أكثر من شهرين أو حوالي شهرين من بداية أبريل. القرار الأول هو إعفاء من رسوم العمل. هذه الإعفاء سواء على صاحب العمل بكافة أنواع أصحاب العمل قطت من عليهم مبلغ كبير هو مبلغ الرسوم، على أساس أولا تخفف الأعباء الاقتصادية على صاحب العمل، ولكن في نفس الوقت إذا كان صاحب العمل متأثر بالسوق ليكون التأثر كذلك بسبب الرسوم. الشيء الثاني، على أساس إذا في عامل فقد وظيفته بسبب الأوضاع الاقتصادية يتشجع صاحب عمل آخر أنه هو يأخذه، أنه هو يستوعبه. إحنا كنا متوقعين أنه يكون في عدد كبير من التسريحات، وأن بالتالي لما يسرح الشخص المفروض أنه يرجع إلى بلده، لكن في حالة عدم وجود رحلات جوية وعدم وجود مطارات مفتوحة، مو بس في البحرين، نتكلم على مطارات الدول اللي هم يوم منها، فإيش اللي بيصير؟ هو ما عنده وظيفة، ما عنده تأشيرة، ما عنده تصريح عمل، هو عامل مخالف بس موجود في البحرين. إذا صاده الفيروس أول شيء بيسوي إنه هو ما راح يبلغ، لأنه هو يعرف عن نفسه مخالف. فإحنا حبينا في البداية إن إحنا نطمنه، فأول شيء كان موضوع الرسوم، ثانياً موضوع فترة تصحيح أوضاع تستمر من 1 أبريل لنهاية 2020 ل 31 ديسمبر. والسبب منها أن احنا نقول لهم أنت في فترة تصحيح أوضاع لا تخاف، روح اطلب الفحص، اطلب العلاج. هذه نقطة جدا مهمة. المحصلة النهائية، وهذا شيء ممتاز اللي حصل، دليل نجاح هذه السياسة، أن احنا برغم التسريحات، برغم إقفال بعض المحلات، برغم توقف النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات، إلا أن عدد العمالة المخالفة في البحرين انخفض خلال الشهرين الماضيين بمقدار 7,000. يعني إحنا لو ما كنا في فترة الفيروس، لو ما كنا في فترة الجائحة هذه، ولكن لكان الانخفاض بيكون بعدد أكبر بكثير. ولكن أن نكون في وسط هذه الأوضاع وتنخفض أعداد العمالة المخالفة، فهذه لأن مثل ما جاء في تغريدة أنتونيو فيتورينو المدير العام منظمة الدولية للهجرة، إحنا في خلال أقل من شهرين صححنا أوضاع 17,000 شخص وما زالت مستمرة. هاي 17,000 شخص اليوم لو واحد فيهم شك في نفسه ما بيخاف، بيروح وبيطلب العلاج. يعني صار موضوع بعد حصر لهؤلاء، صار حصر ساعد على مواجهة الفيروس، عدم انتشاره. الفكرة أن التاجر استفاد أنه هو يأخذ عمال، لأن بعد التاجر ما يقدر يجيب من برا بسبب إغلاق المطارات، فهو يقدر يأخذ من فالتاجر ما تعطل. هذه واحدة. العامل بدل ما يتم في البلد مخالف صلح وضعه. المجتمع استفاد ان احنا قللنا عدد الناس المخالفين، وقللنا فرص ان هذه الناس المخالفين يكونون مصابين ويتجنبون الكشف عن اصابتهم خوفا من وضعهم القانوني. فالكل استفاد، وهذه كانت سياسه يعني تفردت فيها المملكه في المنطقه، وسياسة نجحت ولله الحمد. يعني احنا أمانة في كل مرة قاعدين نبرهن للعالم كله، مو بس للبحرين أو خلينا نقول يعني للدول المجاورة، أن احنا تعاملنا كان تعامل صحيح جدا مع هذه الجائحة.
في كل مجال، يعني حتى على صعيد اللي هو الأعمال الوافدة أيضا، المرئيات اللي وضعتوها وكانت فعلا المرئيات صحيحة. يمكن أنت تفضلت قبل شوي أستاذ أسامة، تحكيت عن تصحيح اللي هو أوضاع العمالة الوافدة، وذكرت لنا الرقم اللي هو عن المستفيدين. لابد نتكلم أكثر عن هذا الرقم اللي هو أعداد المستفيدين من تصحيح العمالة، وفي نفس الوقت هل إحنا نتوقع أن هذا الرقم أيضا يزيد خلال الفترة القادمة، خاصة إذا ما قلنا أن الفترة ممتدة لديسمبر 2020؟ الرقم هو رقم تحديدا، يعني هو رقم حوالي شهر ونص أو شهر وثلاثة أسابيع من أساس 9 أشهر فترة تصحيح أوضاع. فإحنا فعلا متوقعين أن اللي يستفيدون منه عدد كبير، وهذه في مصلحة الجميع. كذلك نتوقع أن العدد يزيد، بالذات مع بوادر استمرار فتح الأنشطة التجارية وزيادة الأنشطة التجارية اللي تفتح. فإحنا نتوقع أن، لأن النشاط التجاري لما يفتح بيحتاج عمال، صحيح، وما يقدر يجيب من برا. يعني حتى مطار البحرين لله الحمد ترى لم يقفل، ولكن مطارات الأخرى، الدول الأخرى أقفلت، بتقل التسريحات ويزيد استقدام العمال، فبتقل التسريحات واحد، واستيعاب اللي موجود في البلد عشان ما نحتاج نجيب ناس من برا، لأن يعني صاحب العمل يفضل أنه يجيب من برا ويعرف الشخص اللي بيجيبه وإلى آخره. لكن الحين هذا الخيار مو موجود لظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجميع. فأن يكون صاحب العمل الآن عنده خيار أنه يستقطب من الداخل، وإحنا سهلنا له، وسعنا قاعدة الاستقطاب، شلنا كل المخالفات والغرامات من عليهم وغيرها، والإعفاء من الرسوم يستمر لنهاية شهر 6 القادم. فهذه كلها في تسهيل على التاجر، ولكن كذلك في مصلحة للمجتمع. المجتمع، احنا لما نقول مجتمع واعي، هو ما نتكلم عن البحرينيين بس، المجتمع اللي في البحرين ككل. هو ككل، والعمالة الوافدة تختلط بنا وموجودة معانا ونتعامل معاها بصورة يومية. فوصول المعلومة لها، التوعية لها، وجزء في توعية صحية وفي توعية بالوضع القانوني. الجهد الكبير اللي تم كان توعية بأن وضعك القانوني لا يستثنيك من الرعاية الصحية، لا تخاف أنك مو بقانوني ما بنعالجك. توجيهات قيادة البحرين أن ما في على أرض البحرين واحد يستثنى من العلاج إذا احتاجه. هذه على مدى الشهرين اللي فاتوا كان مهم أن نوصلها لهم. وعلى هذا الأساس اليوم، برغم أن أنت عرضت الأرقام، من الأشياء الجميلة اللي في البحرين، اللي مو يعني قليل تراها في بقية الدول في التعامل مع هذا الموضوع، إن فوق 90% من الإصابات المؤكدة اللي موجودة عندنا ما عليها أي أعراض. هذه دليل شيئين، دليل إن البحرين ما انتظرت الشخص إنه تطلع عليه أعراض ويشتكي ويأتي ثم نفحصه عشان نتأكد إنه هو في كورونا ولا لا. إحنا قمنا بمبادرة الفحص للجميع، ومستوى أرقام الفحص اللي موجود زين يعادل حوالي تقريبا شوي أقل من 20% من تعداد البحرين، وهذه نسبة كبيرة جدا. فإحنا نفحص بصورة احترازية، نشوف الشخص نلاقيه حتى لو هو مو ما يشتكي من أعراض، فتبتدي العلاج بدري وتجنب أن تطلع عليه أعراض، ولذلك معدل الوفيات أقل. تأكد يعني هي تقريبا كل اللي يعني الإجراءات اللي قامت فيها البحرين هي إجراءات يعني استباقية، وهي اللي جنبتنا الوقوع في صدمة، سواء صدمة ما يتعلق بالاقتصاد أو ما يتعلق بوضع العمالة. بالعكس يعني كانت كلها إجراءات استباقية، لكن يعني من خلال هذه الجهود يعني هناك يعني العديد من الأبعاد، هناك بعد اقتصادي، والبعد الأهم في الموضوع هو يعني البعد الإنساني. صحيح. اتخذته مملكة البحرين. صحيح. هو إنساني قبل كل شيء. طبعاً. قبل لا يكون اقتصادي، قبل لا يكون يعني أي بعد آخر فيما يتعلق حتى لو كان اجتماعي. لكن كيف يعني تحقق هذا الأمر يعني من خلال يعني تحقيق، خلينا نقول توازن اقتصادي ما بين اللي هو تصحيح وضع العمالة، وكذلك أيضاً انعكاسه طبعاً على الاقتصاد على المدى القريب وكذلك على المدى البعيد يعني. الفكرة الله يسلمك، احنا من قبل هذه لله الحمد خلقنا آليات للتواصل مع مجتمعات العمالة الوافدة.
هي ليست مجتمع واحد. إحنا المجتمع البحريني مجتمع واحد، ولكن مجتمعات العمالة الوافدة مجتمعات متعددة بتعدد ثقافاته ولغاته وديانته وخلفياته. فلما تخلق قنوات تواصل معهم تخلقها بعضها عن طريق سفاراتهم إذا كانت سفاراتهم فاعلة ولها دور، أحيانا تخلقها عن طريق أندية الجاليات والجمعيات مالتهم، أحيانا عن طريق المدارس، أحيانا عن طريق دور العبادة. فإحنا على مدى الخمس ست سنوات الماضية في الهيئة عندي إدارة مختصة يعني جل شغلها هو قنوات التواصل، أن إحنا نعرف شلون نوصل لهؤلاء. اليوم اللي يعني قدرنا نسويه ونسويه بسرعة أن إحنا بدل ما نكلم مئات الآلاف من الناس نكلم عشرات الناس، ندعوهم ونقعد معاهم نقول لهم هاي التوعية اللي نبي نوصلها، هذه المسج اللي إحنا نبي نقوله للناس، الناس شو تقول، نأخذ منهم الفيدباك، شنو رأي يعني هل الجماعة عارفين أن العلاج يقدم كذا، هل هم عارفين أن في فترة تصحيح أوضاع. إذا جاتنا الفيدباك أن الناس مو بعارفة نروح نصلح من الخطاب. هيئة تنظيم سوق العمل طلعت حوالي 2,400,000 رسالة نصية للوافدين في خلال الشهرين اللي طافوا، بالإضافة إلى فيسبوك. ما فيسبوك بالنسبة لهم أكثر، إحنا عندنا تويتر، هو تويتر وإنستغرام، هو الفيسبوك عندهم، فإحنا عن طريق فيسبوك نتواصل وياهم وعن طريق هذه. كثير من الناس لا يعرف أن الهيئة اليوم عندها حوالي 35 متطوع من مجتمعات العمالة الوافدة يشتغلون معانا على موضوع كورونا الحين، يداومون عندنا، مو بتطوع دوام يومي، يداومون عندنا على التليفونات، يتصلون في الناس، يوصلون لهم المسج، يساعدون في الفريق الوطني في حالات المباني اللي عليها إغلاق أو عليها حجر. حس وطني يعني الكل استشعر فيه، ما حسينا بس عند المواطنين، يمكن حتى يعني أكبر دليل حملت فيه النخير، شفنا الكل كان يتسابق، الكل كان يبي يشارك، والكل حس بمسؤوليته، كان المواطن كان المقيم أو كان الوافد. احنا أكيد مستمرين في الحديث عن الجهود الكبيرة اللي تقومون فيها، ولكن يعني راح نعرض الحين لكم مشاهدينا تقرير اللي راح يستعرض أبرز الجهود اللي قامت فيها البحرين اتجاه العمالة الوافدة في ظل أزمة فيروس كورونا. عودة لكم مجدداً مشاهدينا مع ضيفنا الكريم الأستاذ أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. أستاذ الكريم، يعني أنتوا طبقتوا العديد من القرارات، وكانت هناك أيضاً سياسات فاعلة متعلقة يعني تصحيح الأوضاع العمالة في مملكة البحرين، لكن يعني أنت ذكرت
كم معلومة قبل شوي أستاذ أسامة، نبي نفصل فيها أكثر. يعني شلون قدمتوا، يعني تعاملتم أولا مع من فقدوا أعمالهم، وثانيا كيف تم تقديم المساعدة للمؤسسات اللي يعني حضرتك تفضلت فيه، يعني اللي ما يقدرون أنهم يستقطبون عمالة من الخارج. بالنسبة للي فقدوا أعمالهم، هو المسج الرئيسي اللي لازم كان يوصل للجميع أنه لا تخاف. فقدت عملك، يمكن ما عندك يعني إقامة سارية الحين، اطلع اسعى، روح قدم على وظائف في هذا الوقت. زين، بسبب ان احنا عندنا فترة تصحيح اوضاع، لا تخاف. ما هو احيانا شنو الإشكالية؟ إشكالية الواحد الخايف ما يطلع، حتى لو في فرصة ما يعرف يوصل لها. واحنا قاعدين الان نشتغل بعد على آليات ثانية، شلون ان نوصلهم إلكترونيا بطرق إلكترونية بأصحاب العمل اللي يبحثون عن عمل، بخلق مثل ما تقول سوق عمل افتراضية. يمكن من خلالها اللي فقدوا أعمالهم أو اللي يبحثون عن عمل وصاحب العمل أن يلتقون، لأن بعد نرجع لازم أن احنا يعني نوفر ضمانات التباعد، لازم ضمانات أنهم ما يطلعون وما فاحنا نبي يبحث عن وظيفة وما يستمر في كونه مخالف، لأنه ما بيقدر يرجع بلده في هذه الأوضاع، وفي نفس الوقت نبي يلتزم بالتباعد. فحين قاعدين نشتغل احنا على مشروع لسوق عمل افتراضي، يمكن من خلال انه يعرف صاحب العمل عن هؤلاء. بالنسبة لأصحاب العمل، فترة تصحيح الأوضاع ترى لا تعني فقط ان احنا يعني سهلنا على العامل المخالف، احنا سهل بالاساس على صاحب العمل. صاحب العمل اذا ما وظف العامل المخالف ما استفدنا منه، ما هو تصحيح الاوضاع انه يلاقي وظيفه. فالتسهيل بالدرجه الاولى على صاحب العمل عن طريق اولا كان في الاعفاء من الرسوم، هذه جزئيه وايد مهمه. الشيء الثاني ان العامل لما يكون مخالف وبيصلح وضعه في الاوضاع العاديه، فيها اجراءات فيها إجراءات طويلة، محتاج يروح عندنا وعند جهات أخرى في الدولة عشان يصلح من وضعه، ثم يتم إصدار تصريح عمل جديد له. في خلال هذه الفترة ولغاية نهاية السنة، هذه الإجراءات كلها تم التغاضي عنها. حتى الغرامات أتوقع. طبعاً ما في. لا 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 ما في غرامات يعني. لا ما في غرامات الله يسلمك. وفي نفس الوقت صار صاحب العمل الآن أونلاين، حتى لو العامل مخالف، بالتقديم أونلاين في 3 أيام تقدر يأخذه. هو طبعاً إحنا في 3 أيام تقدر إنك تخلص أي معاملة عند الهيئة، حتى في الأحوال الطبيعية. بس في حالة إنه يكون العامل مخالف، لا، لازم العامل بنفسه يذهب إلى عدة جهات لإجراء تصحيح وضعه، وهاي بروحها تخوف بعض العمال. لما يتم التغاضي عنها في فترة تصحيح الأوضاع، يصير سهل على صاحب العمل ويصير مطمئن لي العامل. ولها السبب صلحنا وضع مثل ما قلت لك 17,000 شخص في أقل من شهرين. هو الشعور بالأمان هو اللي قاعد يدفع الناس أنهم يعني خاصة هذه الفئة اللي هم العمال الوافدة، أنهم لأن يطمئنون أن هناك يعني من راح يتبناهم، أهما يعني راح يتم إجراء لهم الفحوصات، ما راح يكون في تسريحات، ما راح يكون فقد عمل. هذا شعور مطمئن فعلا يخليهم أنهم يتصرفون بإيجابية مطلوبة في هذه الفترة. أنا إذا تسمح لي يعني أستاذ أسامة، أنت ذكرت قبل شوي أو تكلمت عن سوق العمل الافتراضي، فأنا بودي أن احنا يمكن نتكلم مع مشاهدينا أكثر بتفصيل حول هذا الشيء، لأن أعتقد أنها فعلا يعني خطوة جميلة جدا وفيها إيجابيات كثيرة خاصة على العمالة الوافدة، فلو نتكلم عنها أكيد بنتعرف عليها أكثر. الفكرة الله يسلمك، اليوم إذا واحد صاحب عمل بيجيب عامل من الخارج، بيروح لمكاتب التوظيف هذه اللي عندها قوائم، عندها ناس بحسب المهنة والمؤهلات وغيرها، وينقي العمال اللي يناسبونه ويجيبونهم. الحين ما عندنا إمكانية أن يجيب من الخارج، صاحب عمل تقول له يجيب من الداخل، يقول لك وين حصله؟ منو الوسيط؟ وين معلن هو؟ شلون أعرف؟ فهي بالدرجة الأولى سوق العمل الافتراضي لخدمة التاجر البحريني، منصة يعني، هي منصة بالضبط، هي منصة. الفكرة منها أن صاحب العمل البحريني اليوم، إحنا طبعا خطة المملكة وأملنا بإذن الله
كبير ان احنا بنستمر في فتح الاسواق وبنستمر في النشاط الاقتصادي وان الامور باذن الله تحت السيطره. فاستمرار النشاط الاقتصادي وصاحب العمل يحتاج معناته اليوم هو ما يقدر يجيب من برا، طيب شلون بيجيبها؟ يقول طيب شلون اوصل لهؤلاء؟ احنا ندري ان عندنا الاف من العمال يبحثون عن عمل ويبون يصححون وضعهم، بس شلون اوصل له؟ شلون اعرفه من وين اجيبه بالذات في ظل الاوضاع هذه؟ لهالسبب سوق العمل الافتراضي هو خدمة إلكترونية يسجل فيها العامل إن أنا والله أبى أصحح وضعي وأنا هذه مهاراتي، هذه قاعدة بيانات خاصة فيه مثل قاعدة بيانات، هذه مهاراتي اللي أنا بقدمها، هذه اللي أنا الوظائف اللي أقدر أشتغل فيها، هذا الراتب المتوقع، ويقدر ويدخل عليها صاحب العمل يسوي سيرش، يسوي بحث، يشوف 10-20 ينقي منهم في يتصل فيهم. هي مجرد منصة مثل ما تقولين إعلانية. إنزين إن في خلال هذا الوقت لازم إحنا ندعم صاحب العمل، يعني ما نقدر نقول له والله المطار مسكوك ولا ما مش من برا وتصرف فيه من الداخل وهو ما عنده يعني ما عنده الإمكانية، ما عنده الوسيلة للتواصل. فهذه الآلية للتواصل إنزين بتسمح للتاجر انه هو يلبي احتياجاته دون ان يعني يتاثر ودون ان حتى يتكلف فلوس مثلا عن طريق لو هو بيعلن على اساس انه يقول والله انا محتاج كذا ومحتاج كذا من السوق المحلي، هاي بتكلف فلوس، هاي بتكون خدمه مجانيه ل ما يفوتنا طبعا يعني شكرا، هذه مبادره طيبه الحقيقه يعني. الله يسلمك. يعني ما يفوتنا طبعا نذكر ان في بعد يعني اجراءات اخرى غير اجراء مثلا اعفاء الرسوم والغرامات وغيره، هناك ايضا اجراءات تتعلق بالكهرباء والماء، اعفاء رسوم الكهرباء والماء، هذه كلها تساعد التاجر دفع رواتب البحرينيين اذا كانت شركه فيها بحرينيين فيها بعض الاجانب. نعم. يعني نقول يعني تم التكفل بهذا الامر، غير هذه طبعا يعني حمله فينا خير قاعده تتكفل في بعض الجوانب الحياتيه حق جهد كبير يعني الحمله، فهذه هذا شيء مطمئن للامانه الحمد لله وشيء رائع. واحنا انا ابي استذكر يعني في هالمناسبه يعني تصريح سمو ولي العهد الله يحفظه يوم قال يعني احنا عدونا الفيروس مو فئه معينه، لذلك انا يعني اذا تسمح لي اوجه لك هذا السؤال استاذ اسامه، يعني استغرب من بعض الاراء اللي يعني تربط هذا الفيروس او انتشاره بفئه معينه سواء فئه العمال او فئه الفيزا المرنه او غيره، يعني هذا الشيء مستغرب وشيء انا اعتبره مستنكر في مملكه البحرين، انك تربط هذا الفيروس وانتشار هذا الفيروس وهو يعني سبب طبيعي يعني والجميع معرض للاصابه فيه، كيف يتم ربط هذا الامر؟ يعني انا استغرب من هذا الامر. والله الله يسلمك. شوف في علم النفس الشخص حينما يحس بالخوف، حينما يحس بالتضرر، والناس كلها خايفة من هذا الفيروس، تبحث عن من تلومه. ففي البداية لاموا البلد اللي طلع منها الفيروس، زين، وبعدين لما شافوا أنه انتشر على كبر العالم لاموا كذا، وأحيانا يقول لك مثلا العمالة الوافدة هي سبب انتشار. العمالة الوافدة مبتلاة وليست سبب انتشار، هي مبتلاة بهذا الفيروس. زيادة الأرقام في العمالة الوافدة ليس لأنها هي المصدر، ولكن لأن المواطن البحريني ولله الحمد والشكر كذلك إلى قيادتنا الرشيدة يعيش عيشة مختلفة، يعيش عيشة ممكن نتباعد فيها، سكننا ممكن ان مو مكتظ سكن خاص طبعا، حتى عملنا اليوم كثير من البحرينيين غالبية الحكومة تعمل من البيت، وحتى اللي ما يعمل راتبه ماشي. القطاع الخاص راتبه ماشي ومدعوم. طيب العامل الوافد اولا السكن مو تحت سيطرته، تحت سيطرة صاحب العمل. ثانيا اذا توقف عن العمل ما في دعم للعامل، إذا توقف عن العمل هو بيتأثر، إذا توقف عن العمل هو بيفقد مصدر رزقه، فهو مضطر إلى العمل. سكنهم أو وضعهم مختلف عن وضعنا. فأولا أن احنا نلومهم، احنا قاعدين نظلمهم وإحنا قاعدين نظلم أنفسنا، لأن احنا في خير ونعمة ولله الحمد، ويجب أن احنا ما نقيس بس على النعمة اللي احنا فيها. صحيح. في نفس الوقت
احنا قاعدين في بيوتنا ملتزمين، ولا شيء من حياتنا تأثر أو نقص بسبب أن العمالة الوافدة ما زالت تشتغل. يعني إحنا قاعدين اليوم يسوي أوردر ويجيل الأكل للبيت، اللي طبخ أكلك واللي وصل أكلك مو بحريني، من هو غير العمالة الوافدة؟ أنت التزمت وأنت قعدت وأنت حميت نفسك وأنت قاعد في البيت، لكن ما زال في ناس يعملون زين، وهاي اللي يعملون لخدمتك ولرفاهيتك وغيرها، فما نعقبها ونلومهم، لأن هذه يعني مو من شيمنا مثل ما تفضلت طبعا. ولا هو بالمنطق لما الواحد يقيس بالاعتبار، أقيس أقول الله الأجانب الإصابات فيهم أكثر من البحرينيين، هل عيشتنا مثل عيشتهم؟ يمكن بعد في جانب آخر اللي هو يمكن عملية الوعي، ولذلك أيضا يمكن المجتمع البحريني بأسرة وجميع مؤسسات المملكة خذت على عاتقها مسؤولية يعني نشر الوعي بشكل أكبر، يمكن خاصة مع هذه الفئة الوافدة، إن كان من خلال البروشورات التوعوية، الكتيبات، الذهاب لهم شخصيا إلى أماكن تواجدهم وعملهم عشان ننشر التوعية معهم أكثر، وإن شاء الله يا رب يعني يتجنب كلنا، يعني مو بس نقول العمالة الوافدة أو المواطنين المقيمين، الكل إن شاء الله يا رب يكون محمي من هذا الفيروس. أنا يعني في ختام لقائنا بودي أن توجه لنا كلمة أخيرة لجميع من يتابع لقائنا الشيق جدا مع أكثر سامم. الله يسلمك. الفيروس مثل ما قال سيدي سمو ولي العهد هو عدونا، والفيروس ما يفرق، والفيروس ما ينقي جنسية، والفيروس ما ينقي مهنة، والفيروس ما ينقي اللون بشرة. طول عمر البحرين تتعامل بإنسانية في أي شيء، بإنسانية قبل أي شيء، ولله الحمد ما زلنا في ظل هذه الظروف ما زلنا محتفظين بإنسانيتنا، فما نترك لبعض الأصوات الشاذة إن هي تغير من نظرة العالم لنا. العالم يطالعنا، وأنت تفضلت وبديت قلت عن إشادة منظمة الهجرة، المنظمة الدولية للهجرة بالبحرين. ترى العالم يطالعنا، يطالع الكلمة اللي احنا نقولها، يطالع يشوف موقفنا تجاه هؤلاء، وموقفنا ولله الحمد لله اليوم مشرف والإشادات متواصلة. لكن يجب أن لا نستمع إلى بعض الأصوات النشاز اللي ما لها علاقة بشيم وقيم أهل البحرين. هذه الرسالة الأخيرة. شكرا على هذه الرسالة وهذه الكلمات الطيبة أستاذ أسامة بن عبد الله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. شكرا على حضورك. الله يسلمك. حاضر، لي الشرف. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، فاصل وراجعين.
يا هلا فيكم مشاهدينا. مملكة البحرين ما غفلت عن أي جانب من جوانب حماية الحقوق والحريات وبذلت كل ما تستطيع من أجل ضمانها، خصوصا في ظل هالتحدي الصحي اللي مر على العالم كله. المميز يا بسام أن مملكة البحرين ما فرقت بين مواطن أو مقيم أو حتى زائر للمملكة، بل على العكس الجميع كان على رأس أولويات الحكومة الموقرة فريق البحرين. ومن هذه الجهات اللي فعلا تستحق الشكر والتقدير على ما يبذلونه هي وزارة الداخلية اللي تعمل جميع إداراتها على قدم الوساق في سبيل التصدي لفيروس كورونا وتداعياته على المجتمع. وعشان نتكلم أكثر عن هالموضوع يسعدنا أن يكون معنا النقيب يوسف محمود جمال، رئيس فرع العلاقات العامة والإعلام بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. مساك الله بالخير نقيب يوسف. مساكم الله بالنور والسرور. يا هلا وسهلا فيك نقيب يوسف. بتوجيهات من معالي وزير الداخلية تم تصحيح أوضاع جميع المخالفين من الزوار والمقيمين وإعفائهم من الرسوم، ويعني من ضمنها كان تمديد تأشيرات الزيارة 3 أشهر إضافية بشكل آلي كأبرز مشاريع الجنسية والجوازات في الفترة الأخيرة. نبي نعرف شنو عدد الحالات المستفيدة من ذلك. طبعا تطبيقا لقرارات اللجنة التنسيقية وتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية حفظه الله ورعاه، تم تصحيح وضع 54,890 زائر وتمديد مدة صلاحية تأشيراتهم 3 شهور من تاريخ صدور القرار، وتم تصحيح وضع 82,065 مخالف اللي إقامتهم منتهية أو ملقية لنهاية العام الحالي بطريقة آلية ودون الحاجة لتقديم طلب ومعفية من الرسوم. وتهدف هذه الإجراءات لتصحيح أوضاع المخالفين سواء للسفر أو أن ينتقل إلى عمل جديد، مراعاة لظروفهم وعدم قدرتهم على السفر بسبب إلقاء الرحلات وإغلاق العديد من المنافذ في بلدانهم. نعم، يعني طبعا هناك يعني أيضا 8,534 مسافر دخلوا البلاد وغادروها عبر رحلات الإجلاء في ظل أزمة كورونا. كيف يعني تم تنفيذ عمليات السفر بسلاسة؟ طبعا لضمان انسيابية عمليات الإجلاء ولتنظيم دخول وخروج المواطنين والمقيمين من وإلى مملكة البحرين، تم توفير كادر وظيفي مؤهل لضمان سرعة إنهاء إجراءات المسافرين، وتم التنسيق مع الجهات المعنية سواء وزارات الدولة أو الهيئات الحكومية أو سفارات بلدانهم اللي بدورها وفرت معلومات وبيانات المسافرين، وبلغ مجموع المسافرين القادمين عبر رحلات الإجلاء في ظل هذه الأزمة 5,570 مسافر، فيما بلغ عدد المسافرين المغادرين المملكة ضمن رحلات الإجلاء 2,964 مسافر. أما ما يتعلق بالأجانب المخالفين لقانون الأجانب اللي يرغبون في السفر سواء كان مقيم أو زائر، اتخذنا العديد من الإجراءات تضمنت إجلاء المخالفين وتسئيل إجراءات عودتهم مع إعفائهم من تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو عقوبات عليهم بشأن المخالفة مع إيواء المخالفين لحين موعد سفرهم. نقيب يوسف، يعني لما نتكلم بعد عن شؤون الجنسية والجوازات، طبقت حزمة من الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، ومن بين هذه التدابير تحقيق التباعد الاجتماعي، حيث تم وقف استقبال المراجعين وإتاحة كل الخدمات بشكل إلكتروني لكافة المواطنين والمقيمين والزوار. فنبي نعرف شنو هي الخدمات الإلكترونية الحديثة اللي طرحتوها على الموقع الإلكتروني للجنسية والجوازات. طبعا احنا من حرصنا على سلامة كافة المواطنين والمقيمين والزوار وتطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي، اتخذنا العديد من الإجراءات الاحترازية، ومن ضمنها ان احنا وقفنا استقبال المراجعين وحولنا كافة خدماتنا اللي تتطلب الحضور الشخصي إلى خدمات إلكترونية بالإمكان تقديمها على موقعنا الإلكتروني اللي هو www.npra.gov.bh. طبعاً من ضمن هذه الخدمات اللي نقدمها هي إصدار جواز السفر البحريني لأول مرة، واستبدال جواز السفر بدل فاقد أو بدل تالف، وإصدار الإقامات وتجديدها وإلقائها، وإصدار التأشيرات وتمديدها وإلقائها والتحويل المحلي، والكثير من خدمات غيرها بالإمكان الاطلاع عليها عبر موقعنا الإلكتروني. نعم نقيب يوسف، يعني هل أفهم من كلامك أن خلاص ما في أي هناك أي خدمات يعني تتطلب الحضور الشخصي؟ طبعا الحالة الوحيدة اللي تتطلب الحضور الشخصي هي استلام جواز سفر البحريني، وبيكون تسليمه في فرع مدينة عيسى.
يمكن بعد نقيب يوسف بودنا احنا يعني نسأل عن تطوير الخدمات لتسهيل كافة المواطنين والمقيمين والزوار والحفاظ على سلامتهم. تم تدشين مركز الاتصال، نبي نعرف شلون يعمل هذا المركز وشن هي أهدافه؟ طبعا الهدف من المركز هو الرد على كافة استفسارات المواطنين والمقيمين والزوار بخصوص الخدمات اللي تم توفيرها على موقعنا الإلكتروني وتقديم المساندة المطلوبة لهم. وطبعا هذا المركز يستقبل اتصالات من الساعة 8 لساعة 2 مساء، بالإمكان لأي شخص أو مواطن أو مقيم أو زائر يتواصل معنا على رقمنا اللي هو 17-399-764. نعم، أيضا ما هي الإجراءات الاحترازية اللي يتم تطبيقها في المنافذ ومواقع العمل من أجل يعني سلامة الموظفين والزوار كذلك؟ طبعا احنا من أولوياتنا سلامة الجميع ولسلامة موظفينا، تم إلزامهم بارتداء القفازات والكمامات ولبس البدلات الوقائية أثناء التعامل المباشر مع المسافرين، وتم وضع خطة لتوعية منتسبينا عن خطورة الفيروس وطرق الوقاية منه، وتم توعيتهم طبعا عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني. ومن حرصنا على سلامتهم يتم تعقيم المباني ومراكز الخدمات اللي يتواجدون فيها الموظفين بشكل مستمر ودوري، وطبعا يتم فحص أي موظف قبل دخوله أو تواجده في موقع العمل. نقيب يوسف محمود جمال، رئيس فرع العلاقات العامة والإعلام بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، شكرا جزيلا لك. قسما ووعدا نصون ونحمي البلد، ملكا وحكومة وشعبا، أرضا وجوا وبحرا. البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل رجالها عهدا ورسالة، العمل بإخلاص وتصميم على أمن المواطن والمقيم. طبعا مشاهدين، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من الجهات الضامنة والمتابعة لتمتع جميع الأفراد بحقوقهم الأساسية المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية على أكمل وجه من دون أي تمييز. صحيح، ومن خلال اجتماع عقد عن بعد أكدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة أهمية العمل على إيجاد آلية مناسبة يتم من خلالها رصد أوضاع العمالة الوافدة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. وعشان نتكلم حول هذا الموضوع يصرنا أن يكون معنا عبر السكايب الدكتور مالالله الحمادي، عضو مفوضي مجلس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. مساك الله بالخير دكتور، ولو تخلينا في الصورة شلون حافظت مملكة البحرين بشكل عام على حقوق المواطنين والمقيمين خلال مكافحتها لفيروس كورونا في مختلف الوزارات والجهات في المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. فيما يتعلق طبعا بالإجراءات اللي قامت بها المملكة بشكل عام في الوزارات والجهات المختلفة في المملكة، أول شيء طبعا أن سمحت طبعا المملكة أو الدولة في للموظفين بأن يتم إنجاز أعمالهم عن بعد، ومن خلال هذا الإجراء أيضا تم استحقاق أو تم صرف كافة رواتب الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية المختلفة وهم يمارسون وينجزون أعمالهم من المنزل. وهذا شيء طبعا أول يعني إجراء يتم خلينا نقول اتخاذه من الدولة بما يتعلق في مكافحة هذا الوباء ومنع أيضا انتشاره. النقطة الثانية تتعلق طبعا بالتعقيمات والإجراءات الاحترازية اللي أيضا قامت بها الدولة لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في ظل الأعمال هذه الاحترازية والتدابير الاحترازية جميعها أيضا
لم تتوقف الأعمال طبعاً المختلفة للوزارات وللهيئات والمؤسسات الحكومية، واستمرت في إنجاز أعمالها وفي تأدية الاختصاصات المتعلقة فيها وإنجاز أيضاً مصالح الناس بنفس الرتم ونفس المستويات التي كانت تقدم في الفترات السابقة. أيضا فيما يتعلق بالجهات الأخرى وليكن الجهات الخاصة إذا تكلمنا عنها، بعد أيضا تم اتباع نفس الإجراءات معها من حيث اتخاذ التدابير الاحترازية وتوزيع أو أيضا توجيه الإرشادات لمختلف هذه المؤسسات لتفادي خلينا نقول انتشار الوباء داخل هذه المؤسسات أو الشركات ما بين العاملين، وأيضا تم الجانب منهم تم العمل من خلال من المنزل، والجانب الآخر تم نظرا لطبعا إنجاز أيضا الأعمال المتعلقة بهذه الشركات والمؤسسات تم الدوام بدوام جزئي خلينا نقول. وما يحسب أيضا في هذا المجال اللي هو تكفلت الدولة أيضا برواتب البحرينيين العاملين في هذه أيضا الشركات والمؤسسات الخاصة. أما طبعا بالنسبة للأجانب العاملين في المؤسسات الخاصة، طبعا تحكمهم في ذي الحالة أو يحكمهم قانون العمل بالقطاع الأهلي، وبالذات المادة 43 الفقرة الثانية اللي طبعا بما معناه حكمها نص على أن في حالة إذا وجدت قوة قاهرة أو ظروف استثنائية فيحصل العامل على نصف أجره. فهذه كل ما يتعلق بصراحة بالإجراءات اللي قامت به الدولة فيما يتعلق بالوزارات والعاملين في هذه الوزارات والجهات الأخرى. نعم. نعم دكتور، يعني من منظور حقوقي كيف تنظر إلى تعامل مملكة البحرين مع العمالة الوافدة وتقديم الرعاية الكاملة لهم في ظل هذه الأزمة العالمية؟ فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أيضا الدولة قدمت ذات الخدمات التي قدمت للمواطنين، وأيضا أجرت ذات الفحوصات التي أجرتها للمواطنين، وأيضا حصلوا على ذات الخدمات الطبية والرعاية أيضا الصحية ومستويات التغذية المختلفة في أماكن الحجر المختلفة أو أماكن الحجر والعزل أيضا المختلفة اللي موجودة في مختلف طبعا مناطق البحرين. يعني وبكوني أنا رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فبتوجيهات طبعا من رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قمنا احنا كلجنة وكأعضاء في هذه اللجنة قمنا بزيارات مختلفة لمراكز المختلفة، مراكز الحجر ومراكز العزل، وأجرينا اتصالات مباشرة مع الكادر الطبي وأيضا اتصالات مع الموجودين في الحجر وفي أماكن الحجر في أماكن العزل وبما فيهم طبعا الأجانب، ومن خلال طبعا أسئلة موضوعة في شكل استبيانات. وكل صراحة أقدر أن أقول لك بأن أو أقول لكم بهذه المناسبة بأن البعض من أو أغلبية الأجانب الموجودين واللي تم إجراء الاستبيان عليهم أشادوا بالخدمات المقدمة سواء كانت رعاية صحية أو أيضا اختبارات أو أيضا مستويات التغذية، حتى أن البعض يعني أفادنا بأن هذه الخدمات لا يحصل عليها في بلدانهم. ولكن رغم كل ذلك هو بلا شك هناك يعني توجد بعض التحديات طبعا اللي تواجه المعنيين في مكافحة هذا المرض، طبعا منها بالنسبة للعمالة الوافدة طبعا أتكلم منها اختلاف طبعا العادات الاجتماعية والتقاليد، طبعا هذه لها دور في مكافحة هذا الوباء. أيضا هناك التكدس الكثير من هذه العمالة في طبعا أماكن سكنهم المختلفة، هذه أيضا ممكن أن يكون تحدي ثاني.
التحدي الثالث أيضا يشكل أو يكون في صورة صعوبة الوصول إلى خلينا نقول الغالبية العظمى من هؤلاء العمالة، وبالذات القاطنين في الأحياء السكنية في منازل مؤجرة. فهناك الكثير طبعا من هذه العمالة موجودة في الأحياء السكنية، وأعتقد أن في صعوبة من الوصول لها. أما طبعا التحدي الأخير هو يتمثل في يعني سواء هذه كان طبعا للمواطنين أو حتى للعمالة الوافدة، يتمثل في عدم تقيد للأسف البعض في أو بالإرشادات وبالتوجيهات اللي طبعا يقوم بها أو اللي قدمها لنا المعنيين والمسؤولين عن مكافحة هذا الوباء. نعم دكتور مال الله الحمادي، عضو مفوضي مجلس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. في هالوقت ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، السلام في الدقيقة، مئات المعلومات والأخبار، بعضها صحيح وأغلبها مو صحيح، وفي وقت التحديات تزيد الشائعات، يمكن من خوف أو من سعي للسبق أو غياب للوعي، وهني يجي دور نصد الشائعات وننشر الحقيقة، لأن مسؤوليتنا الوطنية عتم علينا إن المجتمع يعرف الحقيقة. الإعلام المرعوب ما يصنع رأي عام، وإحنا عندنا الجرأة والشجاعة إن نوصل الحقيقة، كل الحقيقة بدون تزييف أو تهوين أو تهوين. اليوم عليك مسؤولية مواجهة الشائعات مثل ما البحرين بأبنائها تواجه التحدي. رجعنا لكم مشاهدينا ومستمرين معكم في برنامجنا، وطبعا الحين راح نطلع معكم إلى لقطات جوية وحصرية لمحافظة العاصمة، واللي دائما طبعا ما نشوف يمكن دائرة الإعلام الأمني يعني الله يعطيهم الصحة والعافية دائما ينقلون لنا هذه اللقطات الجوية. لكن اليوم يعني أيضا راح نشير إلى جانب جميل جدا وجهود كبيرة وعهدناها دائما يعني من بداية هذه الجائحة، وهي جهود وزارة الداخلية وتحديدا رجال الشرطة والأمن. بسام الله يعطيهم العافية، يعني مثل ما نشوف يعني من خلال هذه المشاهد يعني دوريات المرور تقوم بجهود في تنظيم الحركة المرورية في مملكة البحرين، الله يعطيهم الصحة والعافية. واسمع الآن من بعدها ما باقي إلا تهيأ، ضابط ومثل كل ضباط الأركان، وقفت أمثلهم وفيني كفية. يا هادي سبية الشعر موقفك حاد، القايد الأعلى هنا لا تريا، سلام يا رمز البلد عالي الشان،
حياكم الله من جديد. تاريخ عريق لمملكة البحرين ارتبطت فيه الثقافة الإسلامية بثقافة المجتمع وثقافة أهل البحرين الأصيلة في حب الغير وحسن التعامل وحفظ الحقوق والمكتسبات في مختلف المجالات. حكام البحرين على مر العصور، يعني مر عصور الزاهرة لجلالة الملك الله يحفظه، كانوا ولا زالوا ينظرون للإنسان البحريني على أنه هو محور النماء والتنمية لصناعة المستقبل. تأكيدا على هذا الأمر، حرصت المملكة كل الحرص على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في كل المجالات. بالتأكيد عندنا في البحرين اهتمام كبير من قبل المسؤولين، اهتمام في الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة والأمن والعمل، كلها حقوق ضربت البحرين فيها أروع الأمثلة خلال مواجهة فيروس كورونا. يعني التعليم تواصل عندنا عن بعد، وسخرت البحرين كل جهودها لحماية صحة المواطن والمقيم كذلك. وزارة الداخلية يعني تواصل الليل بالنهار لحماية الأمن، وتكفلت الحكومة أيضا بدفع رواتب القطاع الخاص. كلها جهود وطنية نتفاخر بها أو تتفاخر بها البحرين اليوم أمام العالم. بكل تأكيد يعني البحرين دائما رافعة راسها وراس أبنائها، وعندها المواطن البحريني خط أحمر الحفاظ عليه مسؤولية تحملتها وبرهنت عليها بكل شفافية وبكل اقتدار. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو سعادة المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان. يا مرحبا فيك أستاذ عيسى، وطبعا سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. مرحبا وأنا أسعد. مرحبا بمشاهدي. يا هلا وسهلا فيك سعادة المستشار. يعني شلون تقرأ اليوم اهتمام مملكة البحرين في قوانينها وأنظمتها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان؟ بداية اسمحي لي أن أشيد بما قدمت اللجنة التنسيقية العليا في مكافحة جائحة كوفيد 19. البحرين على عكس الدول الثانية يعني انتهجت نهج الانفتاح والمكافحة في نفس الوقت، وهي الوحيدة بنتائج وبأرقام هي أفضل من قدم هذا النموذج على مستوى العالم. لذلك أتمنى على اللجنة أن تنتهي عملها بإعداد ملف يقدم كتجربة للعالم كيف هذا البلد الصغير قدم نموذج للعالم. البحرين ما أغلقت مطاراتها، صحيح. ما أعلنت حظر التجول، ما اتجهت إلى سياسة الإغلاق، وازنت بين الانفتاح مع المراهنة على الوعي المجتمعي وبين فتح الاقتصاد ويعني واستمرارية الحياة العملية والاقتصادية في المملكة. هناك دول أخرى راهنت على المناعة المجتمعية مثل بريطانيا وأمريكا، فشلت وكانت النتائج كارثية. البحرين هنا اليوم جالسين يعني نتجه إلى العودة إلى الحياة الطبيعية بمؤشرات وبنتائج جدا مبهرة من حيث العدد المتعافين، من حيث عدد الإصابات، من حيث عدد الوفيات، اللي الفحوصات اللي الفحوصات كذلك البحرين. لذلك يعني نتمنى بشكل كبير أن تنتهي هذه التجربة أو هذه اللجنة عملها بإعداد هذه الدراسة وتقديمها للعالم. فيما يتعلق بسؤالك، ننطلق من التوجيهات التي صدرت من جلالة الملك، من سمو رئيس الوزراء، من سمو ولي العهد، اللي أكدوا على أن الإنسان هو يعني الأولوية له في إطار مكافحة هذه الجائحة، وأن حق المواطن والمقيم في الصحة هي أولوية لا تحود عنها الدولة ولا تصل إليها بقية الحقوق. لذلك من بداية الأزمة تعاطت مملكة البحرين مع هذه الحقين، حق الحق في الحياة والحق في الصحة، نعم. على أساس أنه أولوية، وتعاملت معه وفق المفاهيم الإنسانية السامية اللي هي تنص على أن لا يكون هناك أي تمييز وأن تكون هذه الخدمات مجانية. لذلك كانت البحرين حرصت على أن يعني تقدم هذه الخدمات للمواطن ولكل من يتواجد على أرض البحرين وبشكل مجاني ودون تمييز. المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بداية هذه الجائحة أعلنت المفوضة السامية عن إجراءات أو مبادئ للتعاطي مع هذه الجائحة، وركزت فيها على مواضيع معينة: الحق في الصحة، الحق في المعلومات، الحق في يعني الوصول إلى المعلومات، عدم التمييز، الحق في التعليم، الحقوق المرتبطة. المنظمات الدولية على الصعيد الآخر أصدرت 7 توجيهات متعلقة بهذه الجائحة، وأكدت خلالها مناشدتها أو ما أكدت عليه المفوضة السامية على أن حقوق العمال
يعني يجب أن تعطى الأولوية لأنهم الفئات الأكثر عرضة لهذا الوباء والأكثر هشاشة في تحمل تبعاته. فهذه النقاط البحرين في استراتيجيتها تعاطت معها بشكل كبير جدا. بالتأكيد يعني أنا دائما أقول يعني أستاذ إيسن دائما البحرين يعني حقوق الإنسان يعني متأصلة في ذاتنا قبل لا تكون موضوعة في القوانين، قبل لا تكون يعني في الاتفاقيات الدولية. يعني لذلك يعني في ظل هالجائحة اللي مرت علينا يعني رأينا التعامل الإنساني لمملكة البحرين، ولكن كيف يعني تنظر لها من خلال تطبيق المعايير المنصوص عليها يعني خلينا نقول دوليا حتى خلال مكافحتها للفيروس؟ يعني إذا تكلمنا على الحق في الحياة فهو يعني البحرين عطته أولوية، لذلك النتائج يمكن اللي يعني أفرزتها هذه الأزمة، البحرين من أقل الدول يعني في عدد الوفيات، عدد الإصابات كذلك، عدد الفحوصات البحرين يعني بادرت إلى فحص ما يقارب من 25% من عدد السكان، ما يؤكد على أن الحق في الصحة أولت الدولة اهتمام كبير. ما نتكلم عن مواطنين أيضا، نتكلم مواطنين ومقيمين عدد السكان، نتكلم عن سكان. قرأت نفسها البحرين مسؤولة أمام الجميع بأن يعني كل من يوجد على هذا الأرض، على هذه الأرض له الحق، مقيم بحريني زائر ترانزيت يا البحرين، بل أكثر من كذي حتى المخالفين، يعني التوجيهات التي صدرت من القيادة حتى المخالفين لأي أنظمة يعني خاصة بالعمل أو يعني في عليهم بعض المساءلات القانونية أو شيء في إطار هذه الجائحة، أن يتمتع الجميع بنفس المزايا دون أي تمييز. هذا ما يعني مؤكدت عليه البحرين، وهذا ما تعاطت معه بشكل حقيقي. فيما يتعلق بالمصابين، دور العزل، الإيواء، الرعاية، الخدمة الصحية اللي تقدم لهم، كانت اللجنة حريصة على أن هذه المعايير تطبق على الجميع دون أي تمييز. هنا في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بداية الأزمة في مارس أصدرنا بيان خاص نشيد فيه بأن الإجراءات التي انتهجتها مملكة البحرين تتوافق تماما مع القيم والمبادئ السامية، مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. فمثل هذه التعاطي في البحرين، بالذات أن البحرين حاليا تتمتع بعضوية في مجلس حقوق الإنسان، يؤكد على أن يعني حقوق الإنسان في البحرين قبل لا تكون التزام بتشريعات أو التزامات هي ممارسة. ما رأينا حتى على المستوى الشعبي، ما رأينا بعض يعني التنمر أو بعض العبارات اللي يعني تنم على أن هناك جزء من التمييز. بالعكس، أعداد المتطوعين في البحرين بلغت بالآلاف، جزء كبير منهم وجه إلى الفئات الأكثر هشاشة اللي هم العاملين والموظفين والأجانب والوافدين. مبادرة سمو الشيخ ناصر الخاصة بفين خير، حملة فين خير وجهت كثير من جهدها على أساس أن يتمتع جميع المقيمين في البحرين أو الوافدين خلال شهر رمضان تحديداً بوجبات للإفطار والسحور. قضية اللجنة اهتمت بقضية التباعد الاجتماعي، زيارات كثيرة رصدت لأماكن السكن وتم وضع معايير جديدة وتم تطبيق التباعد الاجتماعي، تمت الحكومة تكفلت بمقرات جديدة وهيئت مقار جديدة حتى تنقل، ونقلت أعداد يعني آلاف من العمالة نقلت إلى أماكن أخرى مجانا، الحكومة تحمل كل التكاليف من حيث يعني الإقامة أو من حيث الأكل والشرب، وهذه تكاليف كثيرة يعني كلها تحملتها في سبيل أن يعني أن تولي الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. إذا نتكلم على الصحة، فالصحة لها ارتباطات بحقوق أخرى، منها حق مثلا السكن، حق الشرب، حق الأكل، هاي كلها الحقوق اللي أساسا تؤدي إلى أن يتمتع الإنسان بصحة جيدة.
البحرين أولتها في جملتها عناية كبيرة. إذا تكلمنا يعني إلى أبعد من كذي، مثلا الحق في المعلومات، نعم. البحرين في مؤتمرات صحفية جالسة تنعقد، في تواصل على جميع مختلف القنوات والوسائل التواصل الاجتماعي. هذه البرنامج اليومي يمكن هذه البرنامج يقدم يعني خدمته باللغة العربية، لكن احنا نتكلم على كثير من اللقات اللي يعني استخدمتها الحملة الوطنية، عندها يعني أكثر من عندها أكثر من منصة وفيها أكثر من لغة وبشكل يعني حتى نعم. المتطوعين اللي تم اختيارهم تم انتقاء مجموعة منهم اللي قادرين على التواصل مع المجتمعات الأخرى بلقات أخرى بوسائل تواصل أخرى يعني وتم الاعتماد عليهم في التواصل مع هذين. اللجنة العليا في بداية تعاملها مع هذا الجانب التقت بمجموعة من السفارات اللي يعني لها حجم عمالة كبيرة في البحرين، مثل الهندية، البنغلاديشية، الفلبينية، وتعاطت معهم في إطار يعني تحقيق الشراكة بين العمل الحكومي وبين العمل المؤسسي، كذلك المفاوضة السامية والجمعية أو المنظمات الدولية أكدوا على أن تكون جهود الحكومة مبنية على الشراكة. البحرين حققت في هالمجال جهد كبير في كل عملها، اللجنة أو الحكومة سعت من خلال الشراكة، إن كان مع المنظمات المجتمع المدني، إن كان مع الأطراف الفاعلة، منظمة الصحة العالمية كذلك أعطت البحرين، يعني البحرين مو بس يعني أطريت أو تم الإطراء لها من قبل منظمة الهجرة، لا كذلك منظمة الصحة العالمية، جميع المنظمات وكثير من أعتقد يعني الأيام الجاية راح تحمل لنا ثناء وتقدير للتجربة اللي البحرين في رؤساء دول كذلك أيضا، في رؤساء دول كذلك وفي سفراء الدول الكبرى في البحرين. يعني إذا رجعنا بنشوف أساس نجاحنا، يمكن كان أهم مرتكز وأهم يعني شيء إحنا ممكن اليوم نعول عليه نجاحنا في هذه التجربة وفي هذا الوضع الاستثنائي، استباقنا اللي هو طبعاً انتشار هذا الفيروس. كثير من الإجراءات خذيناها، كثير من الخطط وضعناها حتى قبل انتشار الفيروس وقبل وصوله للبحرين أو للدول الأخرى. فمشاهدينا، إحنا لما نتكلم عن التدابير الوقائية والاستعدادات المبكرة اللي قامت فيها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا المستجد، خلى المملكة نموذج متميز يحتذى به في تعزيز الصحة وسلامة الجميع. خلونا نتابع معكم هذا التقرير اللي عادت لنا الزميلة مريم حميد، ونرجع نكمل باقي فقراتنا وحديثنا في الاستديو مع المستشار عيسى العربي. تجربة رائدة خضتها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، تبلور ذلك في النهج المتكامل في الاستجابة للجائحة، والذي كان له دوراً مركزي بالغ الأثر في التصدي للفيروس. ووفق رؤية واضحة وأهداف محددة وعزيمة لا تلين، تم تشكيل فريق وطني بعضوية ممثلين من جميع الجهات المعنية ليتولى إدارة الإجراءات الاحترازية. تبع ذلك إعداد خطة استجابة شاملة. تلك الخطوات مكنت البحرين أن تتخذ خطوات فعالة واستباقية ومدروسة ومتوائمة مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية. عشرات الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها، بدءا من إنشاء غرفة للعمليات لتتبع كافة التحديثات المتعلقة بهذه الجائحة، وتفعيل خدمة التسجيل الإلكتروني والخط الساخن، إضافة لاتخاذ عدد من التدابير للتخفيف والاحتواء والتقصي في المنافذ من خلال فحص جميع الوافدين للكشف عن الفيروس، كما تم تنفيذ عدد من حملات الفحص العشوائية للمواطنين والمقيمين دون استثناء، وتتبع تفاصيل أثر المخالطين للحالات التي تم الكشف عنها. توعية المواطنين والمقيمين كان لها نصيب من خطة التصدي للفيروس، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية شاملة متعددة اللغات وتطبيق إلكتروني بعنوان مجتمع واعي لتنبيه الأفراد في حال مخالطتهم لحالات قائمة.
وعلى خط موازن عملت البحرين على رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ومراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل والعلاج ونسبة الفحوصات المختبرية، إضافة لوضع خطة لتأمين المخزونات اللازمة لعمل الفحوصات المختبرية ومعدات العناية المركزة والحماية واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة الكوادر الطبية. كما راعت البحرين في جهودها للتصدي لهذه الجائحة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، فقد بذلت المملكة الجهود الكبيرة من أجل حماية الإنسان وحقوقه دون تمييز، وعطت أولوية للصحة والسلامة العامة دون تعطيل عمل المؤسسات الرسمية ومهام الدولة ومصالح الأفراد. رجعنا لكم مشاهدينا ولقائنا مع سعادة المستشار رئيس العربي. سعادة المستشار، يعني مثل ما تابعنا كل الإجراءات والقرارات اللي اتخذتها قيادتنا الله يحفظهم في إطار مكافحة فيروس كورونا، جاءت وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان متوافقة معها بشكل كلي، مما دعت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأيضا توصيات منظمة الصحة العالمية. كيف إحنا اليوم نقيم هذه المواكبة؟ إذا تسمحين لي أنا بروح أبعد من كذي، أعتقد أن البحرين أوفت بأكثر مما يعني طالبت بمنظمة الصحة العالمية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان. وفق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، هناك ما يسمى بالحالات الطارئة أو الحالات الصحية الطارئة اللي تهدد حياة الأمة، جائحة كوفيد 19 إحداها. في مثل هالحالات الأمم المتحدة أو الشرعة الدولية تعفي الدول من الكثير من الالتزامات، تسمح لها بأن تعفي روحها من الالتزامات في مقابل أن تقابل هذه الجائحة أو هذه الحالة اللي تهدد حياة الأمة. البحرين فيما يتعلق بتعاطيها مع حقوق الإنسان ما اتجهت إلى الاستثناء، إلى تخفيف القيود أو مخاطبة الأمم المتحدة الإعفاء المؤقت من بعض الالتزامات، لا، راح تحطت على روحها التزامات إضافية أكثر، واهتمت بأن تكون يعني تتصدى لهذه الجائحة وفق مفهوم مبني على يعني حقوق الإنسان، وفق منظور نابع من حقوق الإنسان. لذلك لقيناها في كل التفاصيل اللي اتجهت لها، يعني فيما يتعلق مثلا في بعض الدول يعني وفرت آليات أو سبل لإبعاد العمالة، البحرين لا، حافظت عليها. ومثل ما تفضل زميلنا العزيز اللي كان موجود ضيف الاستديو، بالعكس هي قامت بمعالجة أوضاعهم وبحثت لهم عن وظائف أخرى وأعمال أخرى حتى يعني يعدلون وضعهم. فيما يتعلق بالمخالفات أو العقوبات أو الرسوم كلها تم إعفائها. بالنسبة للمواطنين من تضرر من هذه الجائحة، الحكومة دفعت رواتبهم كاملة، القروض تأجيلها، مبادرات كثيرة حتى تعزز من الحالة الاقتصادية للمواطنين والمقيمين في تحمل هذه الجائحة. انعكس بلا شك، انعكس بشكل كبير على يعني احتواء واستيعاب هذا الفيروس في مملكة البحرين، وتفادينا يعني ضرر كان ممكن يحدث لولا هذه الحكمة اللي يعني حكمة قيادتنا الله يحفظهم. وبنتكلم أكثر يعني مشاهدينا حول جهود مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع الأخذ بكافة الاعتبارات بأهمية المواصلة في مكافحة هذا الفيروس من دون يعني المساس بالحقوق الأساسية للفرد في المجتمع. يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السفير خليل الذوادي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية بالجامعة العربية. مساك الله بالخير سعادة السفير. مساك الله بالخير سيد حسام، ومساء الخير أستاذ رقية، وطبعا حي مستشار رئيس العربي ضيفكم في الاستوديو. نعم يعني الحقيقة، نعم تفضل.
نعم، يعني سعادتك كيف تقرا اهتمام البحرين في قوانينها وانظمتها بحمايه وتعزيز حقوق الانسان؟ كما تعلم اخي الكريم بان توجيهات سيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ورعايه واهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن محمد ال خليفه ولي العهد الامين نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ومتابعه سموه الدائمه لجميع الجهود المبذوله لفريق البحرين الوطني لتعزيز صحه وسلامه الجميع. لا شك ان البحرين يعني هناك دروس مستفاده من تجربه في هذا المجال، فالقياده تصدت لهذا الموضوع منذ البدايه وحملت على عاتقها ومسؤوليتها معالجة هذه المشكلة التي تطرأ بكثير من الحلول التي تفضلتم بها. يمكن نقول والله أن في فريق طبي يعمل برئاسة طبعا الفريق طبيب الشيخ محمد عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وهناك أطباء متخصصين بالإضافة إلى الاقتصاديين. وكما تعلمون بأن يعني من أولويات نجاح الدولة في معالجة هذه الظاهرة أن يكون هناك صراحة ومكاشفة، ولذلك البحرين يعني لم تبخل على هذه الناحية. ويمكن المؤتمر الصحفي الذي طبعا ينطلق دائما من مركز ولي عهد للتدريب والبحوث الطبية مستشفى قوى دفاع البحرين، ويذكرون فيه الحقائق والأرقام ودراسة الأوضاع أولا بأول والتعامل معها، هذه يعني مؤشرات تؤخذ دوليا بأن هناك مصارحة ومكاشفة. ثم أن البحرين وضعت ثقتها في مواطنها، ويمكن هاي برنامجكم مجتمع واعي يؤكد على أن يعني ثقتنا في مواطننا البحريني وقدرتنا على أن نحن يعني نتعامل معه بأريحية وبنفس رضية. كما تعلم أخي الكريم بأن البحرين مثل ما تفضلوا الإخوان لم تفرق بين المواطن والمقيم، بل اعتبرت كل من يقع أو يعيش على هذه الأرض الطيبة هو من حقه الرعاية الصحية والرعاية الكاملة، وهذا أيضا من المؤشرات التي تؤخذ بعين الاعتبار. كذلك طبعا كما تعلم بأن البحرين عضو فاعل في مجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب الذي ينعقد في ظل الجامعة العربية تحت يعني الاجتماعي والاقتصادي، أيضا هو عند مجلس تنفيذي، والبحرين سبقا يعني شغلت هذا المنصب التنفيذي. ووزيرة الصحة دائما وابدا في تواصل مع أخوان وزراء الصحة العرب وكذلك دول مجلس التعاون، إضافة طبعا إلى يعني تعاوننا مع الدول الصديقة والدول الشقيقة وتبادل الخبرة وتبادل الرأي. كذلك يعني وجدنا أن البحرين استطاعت أن يعني الاعترافات الدولية التي تفضلت بها كالهجرة الدولية ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى السفارات الموجودة هنا في البحرين وإشاداتهم بما يلقون يعني رعاياهم وما تلقى الدولة من تقديم خدمات للمواطنين، فكل هذه مؤشرات تؤخذ بعين الاعتبار وترفع للمنظمات الدولية. وأخواننا البحرينيين الذين ينضمون لهذه المنظمات الدولية أكيد سوف يكون لهم يعني معزة وفخر بأن البحرين والله الحمد حققت هذه الإنجازات الكبيرة. نعم سعادة السفير، إذا تسمح لي يعني كيف تنعكس هذه الإنجازات على يعني سجل مملكة البحرين الحقوقي وعلى التقارير كذلك الدورية لحقوق الإنسان؟ لا شك أخي الكريم كما تعلم بأن الحقوق جزء كل لا يتجزأ، ولذلك يعني من حق المواطن أو المقيم عندك أن يلقى الرعاية الصحية، أن يلقى الرعاية الاجتماعية، أن يلقى الاهتمام بحياته، أن يعني لا ينتقص من حقه أي شيء. ولذلك البحرين والله الحمد سجلها في هذا المجال ناصح وبين، والأخوان اللي صفتموهم من أسامة العبسي إلى الأخ مال الله
الدكتور مال الله إلى الأخ عيسى أكدوا على أنهم يعني في منظمات حقوقية وجدوا هذا الترحيب من هذه المنظمات. إحنا نتكلم عن المنظمات التي تنشد الحقيقة وليست تلك المنظمات التي تريد أن تدق سفينا أو تسيء لأي دولة. نحن نبرهن كبحرينيين وقيادة بحرينية على أن ما قدم من رعاية هو يرقى إلى مستوى المطلوب من الناحية حقوق الإنسان ومن ناحية حقوق الفرد وحقوق المواطن كذلك. نعم. ولذلك يعني والله الحمد نحن عندما نحضر مثل هذه المؤتمرات ويحضرونها أخوان يعني البحرينيين سيشعرون بالزهو والاعتزاز بما حققته البحرين. ولذلك يعني العملية متواصلة، يعني إحنا لا نقول أن إحنا انتهينا، وإنما العملية متواصلة ولله الحمد. يعني هناك مؤشرات على يعني التعافي أكبر من الإصابات، وأن هناك يعني أريحية في النفس البحرينية مثل ما قال الأخوان بأنها يعني نأخذ على سبيل المثال أخوي الكريم مسألة التطوع. يعني في ظرف أقل يمكن من 24 ساعة وجدنا فوق 30,000 متطوع، بعضهم صح عنده خبرة في التمريض أو في الطب، ولكن كثير منهم أبد استعداده لأن يتدرب وأن يعمل بكل إخلاص ونية، وهذا شيء قد لا يحدث في بعض الدول. ولكننا والله الحمد في المملكة البحرين هذه المؤشرات وهذه الروح وجدناها عند المواطن بكل أريحية وبكل فخر، يشعر بأنه قاعد يخدم أهله ويخدم أهل بيته، وهذا شعور إنساني كبير يستحق كل مواطن عليه التهنئة. ونستحق فعلا نحن كبحرينيين أن نفخر بقيادتنا، أن نفخر بمواطنينا، أن نفخر بما أنجزناه وما سننجزه إن شاء الله. نعم، وإحنا كذلك يعني نتوجه لك بالتحية، ويعني سعادة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية بالجامعة العربية، شكرا جزيلا لك. يعني نرجع لك سيد عيسى، وأكيد طبعا الكلام اللي تفضل فيه سعادة السفير يعني كلام جميل جدا، وكلامه كل الحقائق. احنا نتكلم اليوم عن فعلا يعني جهود مملكة البحرين فيما قامت فيه في طبعا اللي هو جانب الحقوقي أو الجانب الإنساني. لما نرجع يعني سيد عيسى ونستحضر يمكن بداية الأزمة أو بداية الجائحة، نشوف أن فعلا البحرين ما اتجهت إلى سياسة الإغلاق، لا الحمد لله يعني المطارات أغلقت، يمكن صار في بعض خلينا نقول مثلا الإغلاق الجزئي للمحلات، ولكن بشكل تدريجي قاعدين نرجع إلى وضعنا الطبيعي ولله الحمد بسبب الرؤى الحكيمة اللي طبعا قاعدين نشوفها من قيادتنا الحكيمة. والتعويل الأكبر صار على وعي المواطنين والمقيمين ومن يقيم على أرض مملكة البحرين. كيف اليوم احنا نقيم هذه الإجراءات اللي قامت فيها مملكة البحرين؟ سمحي لي في البداية أشيد بما تفضل بأستاذنا الكبير ومعلمنا، وأؤكد على أهمية ما تفضل به فيما يتعلق بالمنهجية اللي أدارت البحرين بها استراتيجيتها الخاصة بمكافحة هذه الجائحة. البحرين اعتمدت على شقين مهمين جدا في هالإطار، التوصيات منظمة الصحة العالمية على عكس بعض الدول اللي كبرت على هذه التوصيات وكانت نتائجها سلبية. التوصية الثانية اللي حطتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن يعني يجب أن تنطلق جميع الاستراتيجيات الخاصة بالمكافحة من منظور يعنى بحقوق الإنسان. هذه يعني المعيارين اللي انتهجتهم البحرين هو ما يعني حقق للبحرين كثير من ما يعني حظيت بتجربتها من نجاح وتميز. الشق الثاني اللي يعني اهتمت به أو راهنت به وكان شق جدا خطير لما تكلمت عن مجتمع واعي، وهني يعني سمحي لي أن نوقف شوية، كان الرهان حقيقي على أن هذا المجتمع فعلا اليوم بوعيك يا تقدر يعني ناخذ مثل ما قلنا نفسنا يد بيد ونعبر هذه الجائحة بسلام، أو أن نتوعك في جزئية ما وندخل في نتائج سلبية. هني ينم على أن كثر حكومة البحرين
يعني عندها وعي بمجتمعاتها أو بسكانها، إيش كثر المنظومة التعليمية في البحرين أثرت لما نتكلم في مجال حقوق الإنسان عن الحقوق الثقافية، هذه جزء من إبراز هذه الحقوق. تأصيل البحرين للثقافة كحق من حقوق الإنسان هو ما أكد، يعني لما مثلا كل الإجراءات اللي البحرين اتخذتها كان المواطن يتقبلها بوعي وقبول، إقلاق مثلا المحلات أو إقلاق بعض الأنشطة التجارية، المولات، يعني وقف الصلاة أو في المؤقت، كل هذه الإجراءات في البحرين خذوها كمجتمع واعي. الوعي راح أكثر إلى الحق في التعليم، أول ما وزارة التربية اتجهت إلى التعليم عن بعد على طول كان في وعي في الأسرة، شفنا نماذج كثيرة في التلفزيون أو في غيرها، الأمهات والأبهات يوعون عيالهم ويتابعون معاهم. اليوم الحديث في البحرين إنه والله إش كثر المجتمع البحريني مهيئ لأن يعمل عن بعد أو لأن يعني يغير سلوكياته وأنماط حياته فيما بعد هذه الجائحة. التوصيات اللي قدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا أو اللجنة التنسيقية العليا انتهجتها كاستراتيجية في العمل، الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كذلك يعني عززت من هذه التجربة، إضافة إلى أن البحرين يعني أكدت خلال هذه الجائحة أنها تمتلك كثير من المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات الصحية والوقائية. اليوم عندنا نماذج شابة نفخر بها، هي الاستثمار في العلم والتعليم أدى ثماره أكثر من كذي. ترى اليوم في نماذج كبيرة من أطباء بحرينيين يقدمون خدماتهم في دول أوروبية وفي دول كثيرة. إحدى المؤسسات اللي يعني دائما يعني تعبر بمهنيتها في العمل وزارة الداخلية، قامت بدور كبير في تحمل كثير من تبعات هذه الجائحة على المجتمع. أنا أتمنى أستاذ يعني أن كل اللي قاعد يصير في البحرين ومن ناحية أيضا حقوقية ودوركم كمنظمات حقوقية أن يكون موثق للأمانة، وهذه مهم جدا يعني لأنها حقبة مهمة تاريخ البحرين، وكذلك أيضا يعني وايد مهم أن احنا نوثق هذه احنا في المرحلة. لكن أنا سؤالي لك في يعني في ما يتعلق بوضع العمالة، البحرين وايد اهتمت في الفترة هذه في العمالة الوافدة في صون حقوق العمالة الوافدة، لكن ممكن أحد يسألك يعني بعيد شوي عن مجال حقوق الإنسان، ممكن يسأل ليش البحرين يعني اهتمت بالعمالة؟ شنو ممكن تجاوبهم اليوم؟ لأنها يعني إن كان المفوضية السامية أو المنظمات الدولية، يعني لما نتكلم عن المنظمات الدولية نتكلم على Human Rights Watch، Amnesty، الاتحاد العالمي لحقوق الإنسان، هذه لين المؤسسات هم اللي أكدوا على أن يجب، وبالذات يعني Human Rights Watch وAmnesty نصوا على دول الخليج فيها يعني حجم عمالة كبير وذي العمالة معرضة لخطر الإصابة وهي فئات يعني هشة في التعاطي معها. لذلك في مجال حقوق الإنسان دائما نركز على الفئات الأولى بالرعاية أو الفئات الأكثر عرضة للخطر، يعني مثلا في الحروب أو في النزاعات أو شيء تكون المرأة أو الطفل، فيما يتعلق بهذه الجائحة أو اللي هم المهاجرين. نعم. في أوروبا أنا أتكلم ممكن يعني أستاذ إذا ما هو أبعد من ذلك، أتكلم البحرين اليوم عندها ثقافة احتواء مو ثقافة إبعاد مثل ما تفضل حضرتك، يعني أهمية هذه الثقافة عندنا في البحرين ثقافة احتواء يعني جميع الفئات اللي هم في مملكة البحرين، سواء يعني واجهنا تحدي كورونا أو ما واجهنا تحدي، أهمية ذلك يعني بالنسبة حق البحرين. يعني أعتقد البحرين يعني تأصل هذه المعاملة أو تأكد عليها مو بس في إطار حقوق الإنسان، في إطار يعني مدرسة الثقافة المجتمعية البحرينية. هنا مجتمع منذ الأصل يعني منذ الأبد منذ الأزل مجتمع يعني هو أرض الحضارات، أرض التعايش،
واستمرينا. والبحريني يعني دائما هو يعني متقبل وحاضن. بس أنا إذا تسمح لي أرد إلى النقطة اللي تكلمت فيها واللي أكدت عليها في البداية. نعم. محتاجين فعلا مثل ما تفضلت إلى دراسة بعد ما نعدي هذه الأزمة توثق وتأطر تجربة البحرين. وهنا في الاتحاد العربي بالعكس كل إمكانياتنا ممكن نوفرها في إطار التكامل في إعداد هذه الدراسة. هي أنا أعتقد يعني بعد أستاذ عيسى يمكن نحن تجربتنا مش بس إحنا اللي راح نوثقها، يمكن كثير من البلدان اليوم راح تأخذ بتجربة البحرين وكيفية إدارتها لهذا التحدي على أساس فعلا تقدر تطبقها في أزماتهم القادمة، لأنها حقيقة كانت فعلا يعني إدارة صحيحة والحمد لله قاعدين نشوف نتائجها، وإن شاء الله يا ربي نتائجها تكون أيضا في المستقبل يعني بشكل أكبر. نبي نتكلم معك بعد أستاذ عيسى عن الإجراءات الاقتصادية المتبعة خلال هذه الأزمة، إيش كثر اليوم تساهم في أن هي تدعم حقوق الإنسان في مملكة البحرين؟ برجع لسؤالك بس استكمالا للنقطة اللي تطرقتي لها، في توجه عند المفوض السامي عند المفوضية السامية لحقوق الإنسان بطرح موضوع جائحة كوفيد 19 في دورة سبتمبر وفتح نقاش عام بها. عن تجربة البحرين؟ لا عن بشكل عام. بشكل عام. نعم. هذا التقرير يجب أن يقدم إلى هذه إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة في دورة سبتمبر على أساس أن يكون إحدى الوثائق الأممية. الحقوق الاقتصادية البحرين تعاطت معها بشكل كبير. سياسة عدم الإقلاق أو سياسة الاستمرار في الأنشطة التجارية هي نابعة من المحافظة على هذه الحقوق. هنا لما نسكر قطاع معين أو نحظر التجول أو نبتدي في الإجراءات الإقلاق والعزل، هنا يعني نأثر على قطاع كبير من اقتصادنا، واللي هو بالتالي يعني دافع كبير إلى الحق في التنمية. وكذلك في أسر كثيرة رايحة تتأثر مصادر رزقها. نعم. ودخلها، وبالتالي راح تدخل في تبعات تبتدي باقتصادية بس بتنتقل إلى صحيح. إلى حقوق كثيرة. لذلك يعني عدم الإقلاق هني مهم جدا إن نشيد به. استمرارية الأنشطة حتى الأنشطة اللي تعرضت للإقلاق لأسباب صحية مثل صالونات الحلاقة أو المقاهي أو بعض الأنشطة الصغيرة، كذلك صدرت توجيهات إلى صندوق التمكين كذلك بدعم هذه المؤسسات أو هذه المشاريع الصغيرة. فهذه التكامل في العناية بالحقوق إن كانت المدنية أو السياسية أو الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، هذه التكامل في التعاطي مع حزمة الحقوق بشكل كامل، هذا مميز تجربة البحرين. حتى على مستوى الحقوق السياسية البرلمان لم يتعطل، استمر عندنا وناقش مشاريع يعني بالغة الأهمية مثل مشروع التطوع اللي قدمته وزارة الداخلية. فهذه الاستمرارية هي ما أكدت على صلابة مملكة البحرين في التعاطي مع الأزمات. بالتأكيد يعني احنا وايد مستمتعين معك حريقة يعني أستاذ عيسى يعني شكرا جزيلا على حضورك معنا المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، شكرا على المعلومات القيمة وعلى حضورك معنا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين. تجنبوا مخالطة الآخرين، يعني لازم تكونون معزولين في البيت في غرفة بروحكم. هاي أنا لمو بهلون الله يحفظك، احنا ما اتفقنا، الحجر المنزلي يعني حجر صج بروحك في الحجرة، وما كل شوية كل من داش عليك هاي ما يصير، خاصة ياهال بنتك هذه، يعني فكرت ممكن تعادينها الله يحفظك، مو بزين، وإذا كلش مضطرة من بعيد حطي كمامة وخلي حد يفهمها، ترى نايله مريضه هالايام ما احتاج احد يشوفها. ابو سعود وينك؟ عيست وانا نطرك؟ وايد تاخرت. ابو سعود ترى العشاء بارز وانا مطرقع من اليوع، خف روحك. شلون انت يحطونك في الحجر؟ يقول لك قعد بروحك وما تروح حق لوادب، تروح تجيبهم عندك في البيت. قلبتها ميلس؟ لا الله يحفظك، الحجر يعني انت بروحك في الحجره، ما تعاشر ما تخالط لوادم ولا شخالتها الحجر ذي.
بروحك تذكر الله يسلمك. الحمد لله خلصت أكلي. أهم شيء في الحجر المنزلي تتأكد أنك تأكل في صحن بروحك وتغسل صحنك بنفسك وتحرص أن ما حد يأكل من الصحن اللي أكلت منه. سمعتني؟ لازم تتأكدون أن الشراشف والمناشف اللي تستعملونها تكون استخدام شخصي، ما حد يستخدمها غيركم. ولازم تعرفون أن استخدام دورات المياه الله يعزكم لازم يكون استخدام خاص بك، يعني ما حد يستخدمها غيرك. وإذا كان لابد من المشاركة في استخدام دورة المياه، خلك آخر واحد في استخدامه علشان سلامتك وسلامة غيرك. لا يبون بهاللون الله يحفظك. من أهم طرق انتشار العدوى هو الإعطاس والكحة، وإذا عطست وكحيت حطك الكلينكس مو تقطة كذي هدد هاللون، حطه في سلة المهملات الله يسلمك تخلص منه بطريقة صحيحة. روح اغسل يدك وعقمها مثل ما بتشوفها الحين. لا تنسون تعقمون الأسطح اللي تلامسونها مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، ومثل ما قال الدكتور لا تنسون تلبسون الكمامات والقفازات. إذا ظهرت عليكم أعراض حرارة أو كحة اتصلوا على الخط الساخن 444 علشان تأخذون الرعاية اللازمة لسلامتكم وسلامة الآخرين. نرجو منكم اتخاذ هاي الإجراءات البسيطة أثناء الحجر المنزلي، وما عليكم للعافية إن شاء الله. كلنا معا ضد فيروس الكورونا، كلنا فريق البحرين. مشاهدينا الحين نتوقف معاكم مع فقرة من البيت اللي يقدمها أحد معدي برنامج مجتمع واعي تطبيقاً لقرار العمل من المنزل ومبدأ التباعد الاجتماعي. من معاني لا تضحك علي بس. زميلنا العزيز عبد الله الحسيني طلع علينا من بيتهم في فقرة من البيت. يمسك بالخير عبد الله والكلمة لك. يا أهلا بسام ويا أهلا رقية، يسعد مساكم بكل خير ومسي على السادة المشاهدين وين ما كانوا. اليوم باخذكم في جولة لمجموعة من الصور والمقاطع المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالكورونا والحجر المنزلي. ببتدي مع حفلة السندباد الفنان راشد الماجد واللي كانت من بيته لضمان مبدأ التباعد الاجتماعي، وتفاعل محبينه بالمقطع اللي قال فيه: لا شفت زولك هلت الأنوار، أفرح وعقم كفي وثوبي. نتابع المقطع. أفرح وعظم كفي وثوي. والحين بنتقل مع الجد الأمريكي اللي حب يسعد حفيده ببناء لعبة خشبية في حديقة المنزل مستغل وقت فراغه أثناء الحجر المنزلي. نتابع المقطع. فعلا الحجر المنزلي طلع ابداعات ومهارات ما كنا نتخيلها،
ما زلنا نتكلم عن الأطفال في مقطع لطيف وغير معتاد من الأطفال. للطفل كانوا أهله يحلقونه في البيت بسبب الإجراءات الاحترازية، والحلو في الموضوع الطفل ما كان يصيح أبدا، كان يضحك ويضحك اللي معه. نتابع المقطع. من الصور الجميلة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي لأب بريطاني يعاني من شلل نصفي من 24 سنة وتحدى إعاقته، وقعد يعلم ولده الرسم بفمه أثناء الحجر المنزلي. والجميل أيضا أنه يقدم دروس في الفن عبر الإنترنت للتغلب على الاكتئاب. انتبعوا وياكم الصور. ومن بريطانيا أيضا شفت مجموعة صور لأم بريطانية وبنتها اللي عمرها 10 سنوات من فئة الصم. صمموا كمامات واقية ولكن بفتحات بلاستيكية شفافة، وذلك لمساعدتهم على قراءة الشفاه أثناء التحدث خصوصا عند عودة البنت من المدرسة. نشروا الفكرة في مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت عليهم مئات الطلبات للكمام. انتبعوا وياكم الصور. ذي كل اللي عندي من البيت، والحين عودة لكم زملائي. يعطيك العافية عبد الله. طبعا يعني ما شاء الله اليوم عبد الله كانت عنده في جعبته يمكن لقطات وايد حلوة. والحلو يعني بسام قبل ما نختم انه يمكن جائحة كورونا او هذه يمكن الحدث العالمي الاستثنائي اللي مرينا فيه كلنا طلع مهارات كثيرة كانت عندنا مدفونة احنا ما حاسين فيها وما شايفينها، وما يعني يمكن لو ما كانت مرة علينا هذه الجائحة كان ما اكتشفناها. تقصدين الحلاقة يمكن؟ ضحكة اليوهل قصدي. ضحكة اليوهل اللي حلقولها يمكن يعني ضحكة أي واحد بيروح الحلاق من بعد ما يفتحون المحلات. طبعاً مشاهدينا البحرين هي أرض التسامح والمحبة، يعني البحرين هي عنوان تطور والنماء. البحرين تمضي بثبات بإذن الله في مواجهة فيروس كورونا بفضل القيادة الحكيمة اللي تولي المواطن أهمية كبيرة وتؤمن بأن أبناء البحرين هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن. اليوم كل الجهود تتحد وجميع يتعاون من أجل دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. بالفعل بسام، البحرين اهتمت في تعزيز الوعي العام واتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية الفعالة والقوية مع رفع القدرة على الفحص والعلاج، بالإضافة للسعي دائما إلى تحقيق الفحص والعلاج المبكر لكل المصابين. كذي شفنا ارتفاع في معدل التعافي ولله الحمد، بالإضافة إلى انخفاض في معدل الوفيات. الحمد لله احنا هني في البحرين الرعاية متاحة للجميع، للمواطنين وللمقيمين ولكل من يقيم على أرض المملكة. طبعا يعني كل من يخدم هذه الأرض الطيبة فهو في رعاية حكومة مملكة البحرين، وكلنا نقدر يعني آلام الغربة والابتعاد عن الوطن. بالنسبة للمقيمين والعاملين من جنسيات أخرى، لابد أن احنا اليوم نكون أهل وأصدقاء وعزوة لهذه الأشخاص، خاصة في هذه المرحلة اللي نسعى فيها للحد من انتشار فيروس كورونا. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة يا رب. وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقة اليوم من برنامج مجتمع واعي. نلقاكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. مع السلامة. فمان الله.